التعليقات كانت بين وبين، في ناس فعلا كانت مؤيدة وشايفة انه لا، وفي ناس كانت ضد. خلينا نبدأ بنايف. نايف يقول جاور السعيد تسعد، وهو صادق. يعني نفس اللي قلت لك يا قبل شوي، انه اوكي انا ما يمكن تبغى تصير سعيد زيهم، بس لا تقول قدام الناس انه انا مصاحبهم عشان مبلغ معين. بس حلو. ممكن يكون نوع من الاستثمار، يعني اعظم شيء عند الانسان وقته. وقته يروح عند اصدقائه، طب ليش ما اصادق ناس يستحقون وقتي هذا؟ يا مساء لا. مارون قال يعطونك شيء طيب اذا خاويتهم. ليش تسال يا مارون؟ عشان يصاحبهم هو بعد. يعني وانا تفاجأت انه ما شاء الله محمد الدريم قال تفاصيل، قال انه هو وظيفته اليوميه يطلع يصحى يخلص اشغالهم معاهم، يروح يمر عليهم واحد واحد رجال الاعمال في مقرهم وفي مكانهم. ترى في شيء اسمه سعي، وفي شيء ترى يعطونه مهام. مثلا اوكي احنا عندنا قطعه ارض، عندنا مخطط، عندنا عقارات. وظيفه هذه وظيفه، وبحكم علاقاتك روح سوق للمنتج هذا. وظيفة مخاوي رجال الأعمال خلينا نقول. حلوة. جواهر قالت ونحن ما نحبك أصلا لأننا مطفرين. يعني هو ما يحب الطفارة، جواهر عطته وخلاص. لا، تعليقات مهذبة لطيفة. عبد العزيز قال قيمتهم أنت تسعر الرجال، ليتهم يسحبون عليك بعد هالمقطع. ليش يا عبد العزيز؟ بس ما يسحبون عليه طالما هو قاعد يسوي تسعيرة كويسة. سعرهم ب 150 مليار، مين حيزعل من تسعيره؟ تخيل اجي اقول لك انا قيمتك 150 مليار، حتزعل تقول انا قيمتي 150. بس انت قيمتك بمالك 150 مليار؟ لا طبعا. نواف انا راضي 150. لا يا نواف لا. سعرني.